نعم أنا والله العظيم ربنا يشهد على ذلك مما نشأت، وأنا بسمع في السيرة النبوية. يعني لما أسمع السيرة عائشة لعنة الله عليها ومغادرتها أحيانا بالسيدة خديجة عليها السلام، يعني تشعر البدن، يعني كيف دي زوجة رسول الله وهذه زوجة رسول الله وترمي الصحن أمام رسول الله. حتى الناس العاديين، الناس اللي ما يسوا ظفر رسول الله ما يرضوا حياة زي دي، كيف زوجة رسول الله أعظم خلق الله، يعني قدام الضيوف وقدام ناس تربي الصحن ويتفاخروا بأنها غارة أمكم غارة أمكم، يعني شيء فضيحة. فأنا كنت يعني مش مستغرب، لكن مستسلم أمام أمر الواقع، يعني سبحان الله شيء ما درينه. ثانيا لما كنت في المتوسطة وقرأت في المكتبة قصة في موقع كربلاء وما صار الحسين عليه السلام، يعني شيء يؤلم يؤلم. كيف بشر مسلم إذا كان نحن الآن لما يكون في شيخ أو رجل دين أبناء وزريته، خلي من أبناء وزريته يعني طاهرين الناس يعني يبجلوهم، فما بالك بإن رسول الله يحصل كده من المسلمين. يعني في حاجات كثيرة كانت متداخلة في رأسي وما لقي لها إجابة. حتى مرة يعني من 7 6 8 سنين سمعت في بقلب الغنوات لقيت غناة على البيت للشيخ حسن، كنت متقطع أسمع فيه متقطع، يعني بدأت أخذ صورة تشبهني شوي. فمرة في من تقريبا حول 8 8 9 هات في أحد المساجد في السعودية الأرض المحمدية هنا، نعم، لقيتهم بيلعنوا في فضيلة الشيخ الله يلعنهم في موضوع عائشة في النار، وسب أمنا وسب إيه وسب. أنا من لحظتها بديت أدور 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 عشان أشوف ياسر الحبيب، أسمع بيقول سبيريا، ما رأيك في عائشة؟ إيش الأدلة؟ إيش الأسباب؟ إيش كذا؟ فبديت أسمع غلط فدك، حصلتها طبعا رب بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلقيت ما كنت أبحث عنه، لقيت حياتي يعني فعلا يعني شيء وساخة وساخة الناس كنا نحن بنقدسهم، وما يعني عياذ بالله يعني عمر الخطاب ما نعرف تاريخه، يعني زينة محارم في زينة محارم، يعني حاجة كيف أنا أكون إمامي؟ كيف يكون أمة إسلامية تتبع مثل هذا؟ يعني حاجات كثيرة. فالحمد لله ربنا هدانا بفضل من عند الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. ثم بفضل الشيخ الحبيب الله يحفظه ويرعاه للأمة الإسلامية ككل، للأمة الإسلامية ككل لوعيها، لأنه إحنا عندنا الآن الشعب السوداني من أكثر، يعني مش عشان أنا سوداني، الشعب السوداني من أكثر الشعوب المتعلمة والمتبصرة والمتدينة. نعم. حبه لآل البيت، ولما تيجي تسأله مين آل البيت؟ ما يعرف من آل البيت إلا السيدة فاطمة عليها السلام، وسيدنا علي عليه السلام، والحسن والحسين عليهم السلام. أكثر من كده تسأله مين؟ مين السجاد؟ مين الباغر؟ مين يحفر الصارف؟ مين الكاظم؟ الرضا؟ الجواد؟ الهادي؟ الحسن؟ المهدي المنتظر؟ ما يعرفون أكثر من كده، ما يعرفون بس الحسن والحسين. يعني احنا أنا يعني أسأل الله بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين، ربنا يميت في عمر الشيخ ويحفظه للأمة الإسلامية ليبصرها ويعلمها، لأنه الناس ما وصلوا العلم، ما يعرفون شيء، ما يعرفون غير أبو بكر وعمر مقدسين صنمين مقدسين. يعني سبحان الله الناس ما تعرف حاجة زي دي،
يعني تلعن كل التاريخ، كل التاريخ مزور من أوله لآخره. إذا كان التاريخ الآن اللي ما مضى عليه 50 سنة 60 سنة مزور، فما بالك بتاريخ له 1400 سنة. أحسنت. فالحمد لله يعني أنا بديت أتابع فالأسرة كانوا في لما في الأيام الأولى بيشوفوني كأني كفرت. كيف تسمع الهوازيدي وكيف تسمع للشيعة؟ طبعا الشيعة عندنا في السودان يعني أغاوير وأباطيل، إنه الرسالة كانت جاية لعلي وجبريل أخطأ، يعني شي خيال، أخطأ وجاءت الرسالة لمحمد وإنهم بيعملوا إيه، وإنهم بيجيبوا نسائهم بيجوا في الحج يجيبوا معهم الأوساخ هو في بيت في 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 مسجد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني شي خيال، يعني اللي بيسمع كلمة الشيعة بس يخاف. فيعني الحمد لله الآن مع الثورة الإعلامية والتطور الحمد لله بدأت الناس تبصر وتفهم من الله سبحانه وتعالى على الأمة إن شاء الله. يعني الناس بس بتشوفكم أنتم وضع جبار بتعبروا في ده، يعني ده إنغاز الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن يمتع عمر الشيخ الحبيب وجزاه الله كل خير عنه. إلهي آمين. بارك الله فيكم أخانا الكريم أستاذ عادل. طبعا أنتم أبلغتمونا قبل البث المباشر أن حتى عائلتكم قد تشيعت بحمد الله. نعم نعم عائلتي الحمد لله، زوجتي وأبنائي الأطباء والحمد لله شيعوا أخواني وبعض الزملاء في العمل وأبذل الحمد لله ربنا يوفقني وأبذل كل مجهود كله مع ألقى واحد كله مع ألقى واحد جلس معي لساعة. لازم أنا أذكر فضائل أهل البيت حتى العازف ربنا يهديهم إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم. معكم سماحة الشيخ الحبيب، تفضلوا شيخنا. يا الله تفضل الشرف الكبير. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه لحظة كنا نتمناها من زمان يا شيخ نسمعكم. الله يحفظكم إن شاء الله، لنا الشرف بسماع صوتكم الكريم. الله يحييكم يا شيخ. وما حملته كلماتكم الطيبة من إيمان ومن ولاء خالص لأهل بيت الرحمة آل المصطفى صلى الله عليه وآله. الله نسأل الله تعالى أن يزيد في أجرك وأن يوفقك وأن يتلقى الشعب السوداني الكريم كلماتك الطيبة هذه ويمضي عليها إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. على بركة الله تعالى. قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. معي زوجتي يا شيخ، معي زوجتي يتحدثون معي. نعم نعم جميعا إن شاء الله نسمع صوتكم جميعا إن شاء الله. وإن شاء الله بعد خلال أقل من شهر معي كل الأبناء جايين من السودان كلهم إن شاء الله كلهم بشيعوا كلهم إن شاء الله تعالى. أنعم وأكرم. أنعم وأكرم. أنعم وأكرم. نحن نعرف الشعب السوداني ونعرف مدى طيبته وتعلقه بأهل البيت عليهم السلام. الحمد لله. نعم. الحمد لله. هنيئا لكم على بركة الله. قولوا جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله.
أشهد أن أمير المؤمنين علي رضي الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم، صلوات الله عليهم، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، عائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة في النار، في النار أسفل النار، الله ينعلهم، صلوا على محمد وآله الأطهار، اللهم صل على محمد وآل محمد وعز الفرج وعلى أعدائه، ما شاء الله، هنيئا لكم جميعا، صلى الله عليكم من أهل بيت، بارك الله بكم. الحمد لله يا شيخ، الآن تشهد الملايين بأننا تشيعنا لآل البيت. نعم صحيح، ما شاء الله، هنيئا لكم، وقد شهدتكم ملائكة السماء قبل أهل الأرض، الله يحفظكم أختنا الكريمة، شكرا جزيلا، شهدتكم الملائكة قبل أهل الأرض، شهدكم أهل السماء قبل أهل الأرض، وسجلوا أسماءكم في صحيفة شيعة أهل البيت. بالشفاء وأولادي بالتوفيق يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. أفعلوا إن شاء الله. ربنا يخليك وطول في عمرك. كرامة. بارك الله فيك. إن شاء الله ورأوني إلي لابني بالشفاء وابنائي بالتوفيق. إن شاء الله أدعو لهم بذلك. إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يطول في عمرك إن شاء الله. نعم. بارك الله بكم أخي عادل. بس بالمناسبة أنا سمعت هنالك أكثر من شخص أعلن تشيعه، كان يردد الشهادات الإسلامية، فكم عددكم الذين أعلنوا تشيعهم اليوم؟ اليوم ثلاث أشخاص ما شاء الله، ما شاء الله، ثلاث أشخاص اليوم، لكن إن شاء الله جايين في خلال الأيام اللي جاية وإن شاء الله كلهم عن شيعون، وإن شاء الله اللهم جمعكم الله وإيانا في الجنة مع الحبيب المصطفى وآله الأطهار، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، بارك الله بكم، ربنا يكثر الجزاء إن شاء الله، حفظكم الله تعالى، الله يسلمكم إن شاء الله. تفضلوا أبو علي الأهازيج الآن. الله أخونا عادل وعائلته الكريمة، استبصارهم وتشيعهم ما شاء الله، ما شاء الله، هنيئا لهم، حشرهم الله إن شاء الله مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، نهديهم هاي الهوسة والهزوجة لكل متشيع ولكل مستبصر، نقول أهلا بكل من تشيع وتمسك بنور الولاية، دين الله ورسوله وعترة حق وهداية، أو حيدر الكرار يشفع لك هو ضامن هالحماية، تمسك بالكرار تمسك يوم المحشر حامين، تمسك يوم المحشر حامين.